وسيارة الشيخ عبد القادر الجيلاني وصنات كان يودجر حسين حبنا كم إذا قلها وزيرة حكومة الصومالية حليبانو كترسن لبضا أقل قيبها بلشدة يعلم الدين كأهل السنة والجماعة قصيدوين بأمان درسيو الديني إيه تاريخ دي هو قامياشي إسلام كأيا لصوبة نيقاي إله إنكو دارشي إنتينا هالكا إسكوتي مدى مانتين جعيش عبدالقادر جيلاني ما يدي كينا ولماذا وحي كسيناين إن شيخ عبدالقادر جيلاني وأمدها إسلام كوكو تغي راد وناكسن وكو ديش مدن أبشروا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من حب المرء مع من حب إن شاء الله كل جمهاتين مع شيخ عبدالقادر جيلاني بشارة مسلمة وحان ربا عادات كأولا بنايا دلك وحوق الربي أو باباي هدين لقيتها جاي مناقب علماء الصوفية هل كان كأي أصوى مرين دين إسلامك إيا انتشار كذي وقرائسان عليف وحمالة باهوسكو هل تاكر كل بالة تاكر كل صدح أفصومالي أيين نوغو ترجمين سي أي نوغو سهلناتو براشاو الدينتو لوح بين نو قرين قلم بيجيد نوغا قرين مقرنا إساية خدي بحل إيا ململ نوغا ريقين سي آن يونسيف لوغو باهنين إيا بوغا إيا إسكول لإنا نوغا إستو عبدو قادر شيخ علي إبراهيم بغدادي وزير دوله مدحتوية دا صوماليا إيا شيغي إن ديب لوغو نغضر لقنكا إيا تاريخ دا وناكسان شيخ عبدو قادر أو كليا إي أمد صوماليا دحلسين كرتو سيدي إيوهل لحايين نبض إيا حسلوني أمد دا صوماليا ادي جد قل قريو ادعانك الدريريو ادفن ديكسن اكل اللنتي امد مد سلامي وسنجرين فرنت اسكوغو ودا جيره مد ما انت تو انت الحمد لله كون قال بعد انت بقول باندليده او كهيو تاس ايدا واحد داوه او نكون كرا ان دراستي انت اولامنو داوه شي عبد القادر الجيلاني عالم الاسلام وكداوي كنين يا شي ايدا ان ما انت قادنو سي امدهنان اهل التوحيد كا او اسكو عقيدته أو يسكم محان كورا مذهب كاي أي وصو اللابطان إلى مسارهم الأول مهد عبدالله عود قدومي كوحيين كالباد يقولها شعب كي بارلمان كصوماليا أي إسو إمانشان سو قبقبيي وحي علماء الصوماليا دوغو باقي إني إسكو دوبنادان ويكو ذا شقيان نبدا يحسلوني ذا صوماليا وحوي إيان هلا يسبرتو هلا يسكو حرنادو دلكن يدولد ديسا هلا يسلا إلاليو وحوي إيان أهل سنة والجماعة دولد لآن وحوي مصر عن كريسو دولتنا أهل السنة وجماعة الآن تد مصر عن كريسو والصوة ده هالجمي وحوي دولتنا مدي والصوة ده لسي حر نمدي قرن كان حد لسكو شيء مايو أو عدة كانتي يا علماء دي كانتي يا شيوخ دي وحوي صوصة ما يسي أساس كي إس واي إل يلاقو وحري أي أهل السنة وجماعة كل هاي وادوكتهين waxa laga soo sheekeyay hadda dib ugu laaban maayo meeshaan ka nimid waan naqaana meeshaan u socon aan isweydiin haduu ilaahay yiraahdo dadkeena iyo dalkeena iyo diinteena aanu isugu heelino dalkeena waa ballaartay oo hawlo badan oo kala ka jiray sidii loogu wada noolaan lahaa laga tashto awis maxamuud jilcow on cable tv muqdisho adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab هذا معمل أذيك العصب عصر جاهي وحو كوس سهلية إن أذيك وتشوف بوريجا جامو سجوب هذا الشقاق اللي عجوا وحوشيد أصحاب هذا يأهل كهذا تشوف دافع هذا الدنيا.